بعض من الناس على أساس يريد يصير خير وهو وبس زين، ويريد على أساس القيم والأخلاق والمبادئ وشنو حلال وشنو حرام زين، وزوجته تشكي من عنده وهو ما مطبق هالقد، ويريد باقي الناس تطبق زين. على شنو؟ إذا أنت هاي كلها ما مطبقها، لا مطبق القيم، لا مطبق الأخلاق، لا مطبق المبادئ، لا مطبق شنو حلال شنو حرام، وتجي على أساس الباقي الناس أنت وبس ها، وبعدين بينك وبين أحد ثاني تحكي على أهلك، ما يصير. طبقها أنت وبعدين خلي الناس بحالها، أنت أول شيء اهتم بحالك، شوف أهلك طبق هذا زين، لا تروح على الناس الباقية على أساس تريد تسويهم تهديهم وأنت ما هادي نفسك. الله يعين والله العظيم، شكول شكول. وشغلة ثانية، يراوي لك نفسه هو يفتهم كل شيء ويعرف كل شيء هو ويتباوع له، أنت فاشل بحياتك، كل شيء فاشل، فاشل بشغلك، فاشل بعملك، فاشل بكل شيء، فاشل أنت ها، ويريد يعلم الناس. تفضل يعني أستاذ علاء، هاي شي تحط له طيب.